دايما ان احنا يعني مثلا شكرا مش عايز اظهر في التلفزيون اكتر من كده. في مسرحيه بتتكلم اسمها بير الامل، فاكرتها؟ البرنامج القديم لجيل الرمل بركات اغلاق اجهزه الدخول. Ladies and gentlemen, the Kizira Art Center presents the performance State of the Mass, written and directed by the great artist Lenina Rabi. You are kindly requested to switch off your mobile. Thank you. هيئة غريبة لم يعهدوها من قبل. لا في
دول؟ الله اعلم. طول الظهر عليهم اضراب عن الباب، بس باين عليهم ناس سايبين. اشمعنى؟ وزهم باين عليه الطلاق. صلاح ايه يا اخي؟ دول نفسهم وش في وشهم. طب ما نسال يا هبل اتعرفوها يا رشيد. ورانا ايه؟ نحب نتعرفوها. دي اكيد بقى حرم الولاية كهربانة ومسلة خربانة. نعم يا يعني جاتوا من السفن؟ ده شوية احفظهم قدامكم. فين زيكم؟ طب فين بلاد الله؟ خلق الله بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا لحد ما وصلنا لمحطتنا الأخيرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويحفظك من كل شر وسوء. ايه اللي على راسك ده يا عثمان؟ هذا قناه الرجل الصالح. ايه؟ مش باين ولا ايه؟ ده باين. باين ان بقيت بوشين. سامحة الله غفر لنا اجمعين. يا حلاوه كل ده مكياج يا حبيبتي. استغفر الله، هذا قناع المرأة الفاضلة. ولا تتقطعي يا نساء. قناع. زمنه الرقيق. لن يطلع على المرأة وضع الفحل والأحمر وتخطيط شعرها. أزمن 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 أزمن! تديني ألبسه شوية؟ أنا والله أحلاه أبداً، ولكن أقدر أعطيك واحد بشاب السن. ليه؟ قول لي الأول ثمنه كام بالثمن؟ هذه عائلة مجانية، لا يحتملها مني خطيئة. كده نوح الله يسلمك، ربنا يخليك، ربنا يبعد عنك. اديني منه خمس ست عشر فلوس جنيه. خلي لاخوانك شويه. البس البس يا اخي يمكن يداري كبحك ودمك. استغفر الله، ما تعيب في خلقة الله. اللي احترم خلقة ربه ما يجيبش قالب جبس ويخبي بيه وش. ها ما وعيكم الان شكل الجنان. والتقليعه دي بقى ايه فايدتها؟ ده فعل الصح. الخار الانسان اللي يلبسها وتبقى احلاه من ملامحها. الفاجر يبقى فاخر والشرير يبقى من الاخيار. والشايب سعيد ومتهني. مش معقول. والعهدل يبعيد. عشنا وشوقنا نلبس والشغل وشوشنا. خليني مع الساعة وشوشك. ما الحال الآن؟ الله أشعر بصفاء نفس وأمان. أدرها الله عليك طول الزمان. يا زمان يا تيمون وين الحفظ اهو اهو ايه الحفظ اهو اهو
بتضحكوا على ايه؟ حاجة تضحك. ولا انا شاعر بقلق الكوابيس. تمساحا انا يوم احببتك في الفلا ولو تركتك يوما اصبح كالدلا كالدلا. يبكي عليه، لكن اوضه الالوم اللعوب كانت تعشقه في الفتاه، ومنين ما كان يمشي كانت تمشي وراه. انت يا واد يا حلاوه، يا واد يا قمر، يا واد يا حسن. بعدين بقى فيك شعبت يا ستتي؟ قلبي قلبي هو اللي بيخليني مش قادرة أفرقك. يا إيه؟ لكن أنا عاوزاني أحبك وأمرك إيه يعني؟ أنا تغيرت يا علاء الدين، التي تقف أمامك الآن هي قوت القلوب صاحبة المعروف. يا بابا العبي غيرها، ده مجرد تظاهر وادعاء. الإنسان عمره ما يتغير ما بين لحظة والتانية، مجرد إنه لبس قناع. أنا بتلاحظ، أنا بتلاحظ مظهري الجديد ووقاري وكمان بقيت بتتكلمي بالنحوي على مين؟ الكلام ده بقى ما يتخلش على عليك. صدقني صدقني صدقني. عيني عيني انا وقت حبيبتي، ولو جت شافتك معايا دلوقتي هجيب قليلتي السود. انا وانت انا اريدك بالحلال وخطبتك لنفسي. احترمي نفسك يا مرة وحال عندي دم. يا سيد سوف تندم غدا يا جميل. حبيبتي نور الهدى، حبيبي علاء الدين بنت كيف دي، انت كيف اللي تتواصل معايا؟ ايه الاعراض دي؟ دي واحده كانت بتراودني على نفسي، لكن انا ما رضيتش. ليه؟ تجمل مني وعاكي تتغري نور القلوب اللي اعوق ولابسه وشي المالوف. انما انت يا نور وشك حلو ابص فيه، انا كل ما عاد الطهر والبراء الصدق والامان. انت يا نور الهدى بالنسبه لي جوهرة مكنونة. مش كده والنبي؟ أنا مش فاهمة إيه تقلية الوشوش الجديدة دي؟ ليه يا سخيفة؟ معاك يا نور عقلك وزك يوم يقول لك تمسيك؟ أنا؟ لا يمكن ومستحيل طبعاً يا حبيبي، هو أنا عبيطة؟ واثق فيك وفي رصانة عقلك إنك بتحبيني. تقدر تقول لي آخر حبنا ده؟ أنا اللي بقول عليك عقلك. قريب بإذن الله زوركم بعد الصلاة وأكلم والدك وأطلب منه يتجوز. من الوجوه الكريهة وانصرها آل القبيلة. يا أختي الفاضلة، يا